أما إذا أهمله وصارت الدنيا هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، أما الدين فيتركه جانبا. يقول إذا تفرغت أو إذا كبرت سوف ألتفت إليه. هكذا يتصور بعض الناس، يقول التدين لكبر السن. فهل جاء هذا خبر من معصوم بأنه يبلغ السن التي يريد؟ أكثر الأموات يموتون قبل بلوغ السن كما هو مشاهد. أكثر من يموت الشباب، ولهذا وشاهد ذلك انظر إلى الناس الذين أمامك، انظر من فيهم الذي بلغ 60 و70، تجده قليل جدا، تجدهم قلة في الناس. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن الموت يأخذ الشباب، يأخذهم قبل كبر السن. وهذا لو نظرت إلى سائر الناس في كل مكان لوجدته صحيحاً.